اليوم في رحلات البش مهندس سنتعرف على أجمل مدن في المغرب من حيث الطبيعة. مدينة أصيلة. تعد مدينة أصيلة أجمل مدينة في المغرب من حيث الطبيعة بشواطئها الطويلة ذات الرمال الناعمة تطل على المحيط الأطلسي. من أهم معالم مدينة أصيلة برج الحمراء، بناه البرتغاليون، وكنيسة سان بارتولومي، وشاطئ جنة حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالرمال الناعمة والأجواء المناخية الممتعة. مدينة طنجي. لا يمكن زيارة المغرب بدون الذهاب إلى مدينة طنجي، أجمل مدينة في المغرب، حيث حباها الله تعالى بطبيعة خلابة يظهر بوضوح عند موانيها، حيث يتلاقى البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي. ومن معالم السياحة في طنجي كاب سبارتل على حدود البحر الأبيض المتوسط مع المحيط الأطلسي. وكنيسة القديس أندرو، واحدة من أكثر الأماكن التي تبعث على الاسترخاء في طنجي. ومدينة العرائش الساحلية تشمل على معبد ومسرح وحمامات، بالإضافة إلى متحف العرائش الأثري يحتوي على مجموعة من المكتشفات المكتشفة في لكزس.